تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما نحب أن نصبح عليكم بصباح التفاؤل وصباح السعادة، ونتمنى لكم إن شاء الله يوم مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. ودائما الشعور بالسعادة والتفاؤل دائما له آثار إيجابية على صحتكم إن شاء الله جميعا. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. خلونا نبدأ بالترحيب بفريق العمل مستمعينا الأعزاء، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وأيضا أرحب بالدكتورة هند العوضي. صباح الخير دكتورة هند. صباح الخير عبد الله، نورتينا. وأيضا بالأخت آمنة آل علي. صباح الخير أختي آمنة. صباح النور والسرور. ومن خلال برنامج الصحة والسعادة مستمعينا الأعزاء دائما نرحب بمشاركاتكم واتصالاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ودائما مثل ما عودناكم مستمعينا الأعزاء بأن فيروس كورونا ما زال أيضا موجودا، ودائما نذكر بالحرص على ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، والحفاظ على لبس الكمام وخاصة في الأماكن المغلقة، وأيضا غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. ومثل ما عودناكم نستعرض مستمعين الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم. عندنا خبر اليوم عن تدشين هيئة الصحة بدبي نظام الإي والت للدفع المالي الذكي، ودائما فقرة السوشيال ميديا وآخر المستجدات، وفقرة مستجدات كوفيد اليوم عن الإجراءات الاحترازية خلال تحدي دبي للدراجات الهوائية، ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم النرجسية. وأما عن موضوع التغذية وفقرتنا اليوم عن التغذية العلاجية أو التغذية وفترة المراهقة. أما آخر فقرة من فقراتنا لهذا اليوم فقرة تقنيات حديثة وفي ظل كوفيد 19. هاي كلها مستمعين الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ونرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم معنا خلال هاي الفترة. خلونا نسير عيال مستمعين الأعزاء وناخذ فقرتنا أو فقرة الأخبار لهذا اليوم. هيئة الصحة بدبي تدشن نظام الإيوالت للدفع المالي الذكي. طبعا النظام المالي الذكي للدفع المالي لتكون هي الجهة الحكومية الأولى، هيئة الصحة بدبي على مستوى دبي، التي تعمل بهذا النظام الذي يفتح المجال لجميع المتعاملين في هيئة الصحة مع هيئة الصحة بدبي ومع مستشفياتها ومراكزها وعياداتها الطبية لدفع رسوم الخدمات عن طريق الهاتف وبطريقة آمنة ودقيقة جدا وسريعة، وأيضا بعيدا عن استخدام العملة الورقية. حول هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء وتفاصيل هذا النظام يسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا على الهواء اليوم الأستاذة عفرة الفلاسي رئيس. نعم عيل، بناخذ فقرة ثانية مستمعينا الأعزاء، ننتظر تكون معنا على الهواء الأستاذة عفرة الفلاسي. ناخذ معاكم خبر الأخت آمنة العلي أو الدكتورة هند العوضي. نتكلم معاك دكتورة عن موضوع الإجراءات الاحترازية، وفي نفس الوقت ننتظر نحصل خط مع الأخت عفرة. دكتورة، بخصوص موضوع نعرف كلنا أن حاليا شهر دبي للتحدي، لو نتكلم معاك طبعا عن الإجراءات الاحترازية خلال هذا التحدي، وبالأخص دكتورة الدراجات الهوائية. طبعا عبد الله، كلنا نعرف أن ما زلنا إحنا في تحدي دبي 30-30،
وواحدة من الفعاليات اللي تسويها إمارة دبي اللي هو سباق الدراجات الهوائية. إن شاء الله السباق قريب خلال يومين اللي راح يبدأ السباق. اللي حاب يسجل طبعا يدخل الموقع dubairide.com ويقدر يسجل، لكن إحنا هني نذكرهم إنه نستمتع بالرياضة ونحافظ على نمط حياة صحي ونمارس هاي الرياضة اللي الحين صايرة الهبة حاليا. الكل صحيح. قاعد عنده دراجة، ما أدري عاد عنك عبد الله عندك دراجة أو لا. أنا عن نفسي صايرة مهووسة بالدراجات حاليا. والله دكتور أنا عندي دراجة، بس خبروني الشباب إنه ما فيها يعني كل الأشياء اللي تخص يعني السلامة. إيه، فنذكرهم إن مارسوا هاي الرياضة. صحيح. وسباق كبير مثل هذا إحنا ما يعني لازم نذكر نفسنا ما زالت جائحة كوفيد موجودة آمنة. فنذكرهم ببعض النصائح بشكل عام. أولا إذا كانت عندك أي أعراض حمى، أعراض تنفسية، طبعا من الأفضل إنك أنتم ما تروح هذا السباق. وثانيا تاخذ أغراضك الشخصية، تاخذ دراجتك الخاصة، تاخذ زجاجة الماء الخاصة فيك، خوذتك، ما تنسى الخوذة لأن السلامة جدا مهمة، تاخذ إذا كنت أنت من النوع اللي تعرق وايد تاخذ فوطتك الخاصة، لا تنسى تاخذ معقماتك معك، هاي أغراضك الشخصية وما تشاركها طبعا مع أي حد هناك. ثانيا ترتدي خوذتك طوال فترة السباق لأن السلامة جدا مهمة. انعقم الدراجة قبل ما نستخدمها، وطبعا بعد ما نستخدمها زجاجتك المائية تشيلها معاك. تتجنب انك انت تشارك مع فرق جماعية، احنا نفضل ان تكون هاي السنة. احنا نعرف ان لما تركب الدراجة مع جماعة طبعا أونس وأحلى، بس إن حاليا نحاول نتجنب نروح للفرق الجماعية. دكتورة ما يسوون تباعد حتى في الدراجات الهوائية أو إذا كانوا من نفس يعني العائلة؟ متعرفين آمنة هو سباق وايد صعب إنك أنت تحافظ على مسافة بينك وبين الآخرين. نحاول قدر المستطاع. نرتدي كماماتنا إذا كانت ما عندنا صعوبة في ما كنا نبذل مجهود كبير، نرتدي كماماتنا طوال الفترة قبل طبعا قبل السباق وبعد السباق. نحاول إن إحنا نتجنب التجمعات هذه اللي تصير آمنة، وبعد آمنة نتأكد إن إحنا نغسل إيدنا. نعم. بعد السباق ولما نرجع البيت لازم نتأكد إن كل الأغراض اللي وديناها معانا نعقمها بطريقة جيدة، وإن شاء الله لنقول للجميع سباق آمن وصحي. إن شاء الله. أيضا دكتورة أنت دائما تركزين من خلال حديثك بأن وبالأخص يعني الدراجات، وأكيد يعني في هناك التزام، يعني لو نذكر مستمعينا يعني أنهم يلتزمون في الأماكن المخصصة يعني فقط للدراجات. واليوم تعرفين أغلب الأماكن في إمارة دبي مخصصة حق الدراجات، بحيث أنه يعني يكون يحافظون على يعني سلامة الناس اللي يستخدمون الدراجات الهوائية. أيضا ما شاء الله إمارة دبي صارت إمارة جدا ذكية وحرصت أنها توفر أماكن متعددة عشان الناس تمارس هواياتهم في صحة وأمان. صحيح. عندنا كثير من المسارات للدراجات وكذي، يلتزمون طبعا. إحنا ما ننصح أنكم أنتم تمارسون هاي الهواية في الشوارع العامة لأن صحيح. هذا خطر، لكن هذا السباق بيكون له مسار محدد. إحنا ننصح الجميع أنه يدخل الموقع ويشوف شو هي الإجراءات، يشوف شو هي خريطة، لأن في مسار معين الواحد يلتزم فيه، في مسار للعائلات، في مسار للناس اللي شوية بروفيشنال أكثر. اتأكدوا أن أنتوا تعرفون الطريقة اللي أنتوا رايحينه، الوقت اللي بتروحونه، وإذا ما شاركتوا في هذا السباق فمارسوا هواياتكم في أي بقعة قريبة من بيتكم. ما شاء الله المسارات كثيرة وايد. نعم دكتورة، أيضا إحنا اللي يميزنا في إمارة دبي أن عندنا مناظر خلابة أثناء ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، مثلا ممشى قناة دبي المائية جميل جدا. نعم ممشى جميل، وأيضا في ند الشبة، وعندنا مناظر خلابة والخوانيج تنسين الخوانيج وبحيرات القدرة. ما شاء الله يعني المسارات متعددة والخيارات وايد، واللي حاب شوية الرياضة تكون على أثقل يروح حتى هناك في مسارات للدراجات الجبلية بعد. شكلك دكتورة متمرسة، تعرفين كل المسارات وكل الأماكن وعند الدراجات هوائية. ما بخبرك الأماكن اللي أروحها أمنا. دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، استمتعنا الحقيقة بالحديث معك دكتورة، كل الشكر والتقدير.
وإن شاء الله نشوفك في حلقات ثانية. شكرا دكتورة. مستمعينا الأعزاء بناخذ عيال وياكم فاصل، وبعد الفاصل بتكون معانا الأستاذة عفرة الفلاسي رئيس قسم الخزينة بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا معاها اليوم عن تدشين نظام الإيوالت. خلكم معانا دايما مع الصحة والسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ونذكركم أيضا من خلال هذا البرنامج التواصل معنا على الأرقام 600-5514-14 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ معاكم مستمعينا الأعزاء خبرنا لهذا اليوم. هيئة الصحة بدبي تدشن نظام الإيوالت للدفع المالي الذكي. دشنت هيئة الصحة بدبي النظام المالي إيوالت للدفع المالي الذكي لتكون هي الجهة الحكومية الأولى على مستوى إمارة دبي التي تعمل بهذا النظام الذي يفتح المجال لجميع المتعاملين مع الهيئة ومستشفياتها ومراكزها وعياداتها الطبية لدفع رسوم الخدمات عن طريق الهاتف وبطريقة آمنة ودقيقة وسريعة أيضا جدا، بعيدا عن استخدام العملة الورقية. حول هذا الخبر وتفاصيل النظام الجديد يسعدنا أن تكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذة عفرة الفلاسي رئيس قسم الخزينة بهيئة الصحة بدبي. أستاذة عفرة صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور، أهلي مرحبا. الله يحييك أستاذة عفرة. طبعا نحن يعني نبارك لكم هذا النظام وتدشين نظام الإيوالت بهيئة الصحة بدبي اللي طبعا بيساعد الكثير في الدفع بخصوص الإجراءات أو الخدمات المالية بهيئة الصحة بدبي. أستاذة عفرة لو تكلمينا عن البرنامج هذا. أول شيء السلام عليكم. أول شيء المحفظة الإيوالت استنبطت أول شيء في البداية لما دخلنا في أزمة كوفيد، والفكرة لتفادي أو تقليل الانتشار الأوبئة بين الموظفين والناس المراجعين اللي يكونون يزورون لهيئة الصحة في المستشفيات والمراكز الطبية. كان هناك خطر كبير على الناس وعلى الموظفين نفسهم اللي تكون على الكاونترات اللي يحصلون الكاش أو النقد الورقي. صحيح. فهني كانت بالنسبة لنا في مشكلة وثغرة بالنسبة لنا كيف نحلها أو نسارع في حلها. فكنت شايفي في برنامج، وهو برنامج كان في الصين، حبيت الفكرة وقلت ليش لا ما تطبق الفكرة عندنا. هاي في بدايات اللي أتكلم عنها في بدايات كوفيد. لما شفت الفكرة طلعت على أرض الواقع وعن طريق من شركة من الشركات المحلية الموجودة عندنا، إني أنا تحمست وتسارحت أني وبادرت فيها وكلمت المدراء عندنا ليش ما ندخل في هالمنظومة، وبالعكس بيكون فيها بنفت للعميل وللهيئة نفسها. صحيح. أولا المحفظة هي محفظة إلكترونية ذكية كانت بالتعاون مع اتصالات، وهي يعني الشركة المحلية. نعم. مع بنك دبي الإسلامي. هي محفظة ذكية إلكترونية تسهل على العملاء في سداد المعاملات بطريقة سهلة وسريعة وآمنة عن طريق استخدام التطبيق. بعد ما يقوم العميل بتنزيل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول، ما في حد ما عنده الهاتف المحمول اللي هو سمارت أو الهواتف الجيل الجديد. صحيح.
وأيضا أستاذة عفرة، يعني مثل ما تفضلتي بأن النظام هذا بيساعد طبعا لتسهيل يعني الإجراءات المالية، وبالأخص اللي ذكرتي فيها الجانب يعني الدفع المالي عن طريق العملة الورقية. لو نتحدث معك أيضا أن يتماشى هذا البرنامج مع استراتيجية هيئة الصحة بدبي في خصوص من موضوع التعاملات اللاورقية. هي فعلا هو يتماشى مع الاستراتيجية اللي هي للمعاملات اللا ورقية، فهو بعد يدعم هالفكرة اللي أطلقها صاحب السمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في شأن التحول للحكومة مستقبلا بلا ورق اللا ورقية وإلى التحول الرقمي الذكي. نعم، الأستاذة عفرة الفلاسي رئيس قسم الخزينة بهيئة الصحة بدبي، ألف شكر لك وألف أيضا مبروك على هاي الخدمة المميزة اللي تم تدشينها بهيئة الصحة بدبي نظام الإيوالت. شكرا لك أستاذة عفرة. شكرا. مستمعينا الأعزاء، ومن بعد نظام الإيوالت إلى فقرتنا، فقرة السوشيال ميديا مع زميلتنا الزميلة أسماء الجناحي. صباح الخير أختي أسماء. صباح النور والسرور عليكم أخوي عبد الله وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. صباح النور والسرور. نأخذ جولة في الأشياء الخاصة بقنوات التواصل الاجتماعي. مثل ما تعرفون أن هذا الأسبوع في تحدي دبي للدراجات الهوائية، وكان في تغريدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم تقول فيها فيديو ويقول خلال مشاركتي بالأمس مع مجموعة من قيادات الشركات العالمية الكبرى العاملة في دبي جولة بالدراجات الهوائية ضمن تحدي دبي للياقة، شراكاتنا مع القطاع الخاص عميقة وتتماشى مع أهدافنا التنموية. خلال هذا عطلة نهاية الأسبوع راح يكون في تحدي دبي للدراجات الهوائية، وبيكون بتاريخ 20 هو يوم الجمعة، ولازم كل الحضور يكونوا مسجلين على موقع dubairide.com/register قبل ما يحضرون. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي السؤال اللي حطيناه أمس واللي كان يقول التبول المتكرر هو علامة تحذيرية محتملة من مرض السكري. الجواب 90% جاوبوا الإجابة الصحيحة وهي نعم صحيح. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا مركزين عليها في قنوات التواصل الاجتماعي هو كيفية أخذ الأنسولين، وين المكان الصحيح أن الواحد يضرب إبرة الأنسولين في البيت. فهاي من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها أيضا قنوات التواصل الاجتماعي. وأيضا نحن مستمرين هذا الأسبوع في التوعية بكل ما يتعلق بالأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، وهذا العام مركزين على التنمر الإلكتروني. ومن ضمن الأشياء اللي حطيناها أمس تأثير التنمر الإلكتروني عقليا عاطفيا وأيضا بدنيا. أحيانا التنمر يؤثر بشكل كبير أيضا مو بس يعني على المشاعر والشعور والذهن، ولكن أيضا على الصحة والجسد. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا يعني مأكدين عليها هي التعاون اللي كان بيننا مع إيوالت، وهذا كان يعني فاعلكم اليوم انترفيو بهذا الخصوص. غير من هذه كل الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، نحن نتمنى قبل ما نختم من الجميع أخذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطية مثل لبس الكمام والتباعد الجسدي وأيضا آداب العطف والسعال اللي تكون موجودة، وأيضا عدم إعادة لبس الكمامة ذات الاستخدام اليوم الواحد أكثر من مرة. وبعض الأشخاص اكتشفنا أن يغسلون الكمامة ويلبسونها غسل الدكتورة هند تدري اسمع هاي معلومات هاي نتمنى أنه يعني دام أنه في شخص واحد ممكن يسويها أكيد يعني بيكون أكثر من شخص يسوي نفس الحركة. فالكمامة القماشية هي اللي تقتل فيه بعض الكمامات اللي تباع مشكورة ان هي مثلا في الباكج انه ممكن غسلها، وهاي اللي ممكن غسلها، لكن الدكتورة هم تشرح اكثر عن الكمامات اذا في مجال. فنتمنى الالتزام بطريقة ايضا رمي الكمامات، انه قاعدين نلاحظ ان في اشخاص قاعدين يرمونها في كل مكان نشوفها على الارض، وهذا تصرف يعني اول شيء غير صحي وغير صحيح.
فالطريقة الصحيحة إن رمي الكمامة في الأماء يعني في سلة الهملات، هي مو في الشارع، مو على الطاولة، مو على الأرض. هاي كانت نصيحة، لأن من الأشياء اللي نشوفها من الصور في قنوات التواصل الاجتماعي الناس يعني أيضا نساء من هذه التصرفات. صحيح. فنتمنى أن مكان الكمامة عقب ما نخلص أن نحن نرميها في سلة المهملات، ما نفرطها يمين يسار. صحيح. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، شكرا الأخت أسماء، وما قصرتي، وأكيد دكتورة هند عندك تعليق على هذا الموضوع. على موضوع الكمامات، أنا اكتشفت نعم. شخص قريب جدا من العاملة عندي في المنزل تغسل الكمام الجراحي وريوزبل، تقول لي أنا أغسله، قلت لها أنا ما عطتني شيء كرتون، it's for one use only، يعني الاستعمال مرة واحدة، تقول لي بس أنا حسيته نظيف. صحيح. فأنت متخيل يعني أقرب المقربين لي أقرب المقربين لي مو قادر يستوعب أن الكمام الجراحي يستعمل فقط لمرة واحدة. دكتورة دلبسناه بس شي ونزلنا الجامع حق البقالة يعني ترى هي قالت كذي، قالت أنا بس أخذ الطلبيات في البيت، يعني أنا ما رحت مكان فيه. بس أنت شو رأيك؟ لا أنت إذا لبستي معناته خلاص خلص، you have to reuse another، يعني تستعملين كمام ايدي ثاني، يعني لا تفكرين في الخسر يا امنه، فكرين في السلامه. دكتورة معلقينه شيء على السياره كيف؟ وبكل قناعه تقول لي هو نظيف، قلت لها بس مخرجنا يقول هي تكوي عقب ما تغسله شكلها ما دام استعملته ثلاثة ايام. صراحه موضوع الكمامات موضوع دكتورة يحتاج ان يعني تزيدين الثقافه في البيت، نعيد ونزيد في الموضوع اكثر. شكرا لك دكتورة. بناخذ وياكم فاصل إن شاء الله، وبعد الفاصل عندنا فقرة التغذية، خلكم ويانا مستمعين الأعزاء مع الصحة والسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة، رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600551414، وللرسائل النصية 4006. ومعانا اليوم في فقرة التغذية موضوع مهم جدا، واللي هو موضوع فترة المراهقة، واللي هي من الفترات الحرجة في عمر الأبناء ولها تعامل خاص. وللحديث طبعا عن هذا الموضوع، نبي نذكر المستمعين أن فترة المراهقة ليست لها فقط تغيرات على المستوى الاجتماعي أو النفسي، ولكن أيضا لها تغيرات في مستوى التغذية. وللحديث عن هذا الموضوع بتكون معنا اليوم الأستاذة ست البنات مكي، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير. يا مرحب. مرحبتين، أهلا فيك أستاذة. يا مرحبا، أهلا وسهلا دستاني أستاذة ست البنات. موضوعنا اليوم الصراحة موضوع يعني شيق، فممكن تحدثينا شو علاقة التغذية وفترة المراهقة؟ التغذية وفترة المراهقة، فترة المراهقة اللي هي ما بين ال 12 سنة ل 18 سنة، اللي هي فترة ما بين الطفولة إلى الفترة الاكتمال، بالتالي هنا في تغيرات فيسيولوجية، تغيرات تكوينية بتاعة السلوكية، تغيرات في النمط الحياة، التغيرات في النمط الغذاء، بالتالي هنا بتكون الفترة هاي حرجة ولا بد من توفر الأغذية الصحية اللي هو بتكمل النمو بتاع الطفولة إلى الفترة بتاعة النضج. نعم. ولا بد من هنا في الفترة هاي لا بد من إنه تكون في يعني المجتمع والأسرة والتواجد الغذاء الأساسي. ليه لا بد من أن يكون الأسرة هي الأساسي بتاع التكوين النمط الغذائي الجديد؟ نعم طبعا. يعني أستاذة ست البنات، أنا أتذكر فترة المراهقة كنا نحن يعني نحب نجرب الأشياء الجديدة، يمكن يعني حتى يمكن كانت تكون مضرة بصحتنا، بس ما كان عندنا يعني وعي كافي أنه يعني مثلا نحس أنه أوه لو شربنا الريد بول يعني هذا يعني واو، يعني سوينا يعني شيء عظيم. فنحن كيف نخلي الأمهات اللي يسمعونا اليوم يركزون أنهم يعني يخلونهم عيالهم يعني مثلا إذا بغت تشرب هالشيء
يعني تشرب مثلا نص العلبة ما تشربها كاملة بس ما تمنع منع تام عشان يعني مثلا الطفل ما يصير مكان ثاني يطلع من البيت ويصير يشتريه ويشربه. صح، هاي احنا الكلام اللي نقول على اساس انه الام والاسره تنتبه للاشياء الغذائيه الصحيه اللي هو محتاجيها الطفل. زي ما قلت يمكن بدل انه انا جهز مثلا تكون يشرب عصاير مشروبات سكريه فارغه ما فيها قيمه غذائيه، لا انا اجيب له فواكه ومعها مثلا البان، هي مثلا اخلطها على بعض تكون مثلا مشروب غذائي وفي النهايه بياخذ كالسيوم بياخذ فيتامينات بياخذ سكريات، او مثلا نعم مثلا عندنا الوجبة الأغذية اللي بنوفرها في البيت، يعني بدل ما ياخذ أغذية من برا لا احنا نجهز مثلا الأكل الصحي اللي هي مثلا لحوم الدجاج السمك هاي الأشياء بالطريقة اللي هو اللي يحبها او هو ذات يكون عضو فيها جهز، يعني هاي الأكل معانا وبالتالي ما نكون حرمناه من شيء، بس لا يكون هو باقتناع هو يحب يعمل هاي الوجبات. نعم نعم أستاذة ست البنات، هل في أغذية معينة أو مشروبات على المراهقين إنهم يكثرون من شربها؟ والله مش هي طبعا الغذاء الصحي ضروري اللي هي تناول الوجبات الرئيسية اللي هي مثلا الثلاثة وجبات الرئيسية وخاصة الإفطار. هاي في الإفطار ممكن يتناول أي نوع من أنواع البروتين مع أي نوع من أنواع النشويات بالإضافة لي مثلا فاكهة أو خضار، ده يكون كده كوننا الوجبة الغذائية بتاعة الإفطار. ممكن يكون في وجبة إسناك اللي هي ناخد الفواكه ناخد الحليب الألبان برضو تكون وجبة خفيفة بدل العصائر، ممكن يشرب عصير مثلا فريش ما مشكلة، ياخد فاكهة بتكون كويسة، ياخد الوجبات اللي هي الغداء والعشاء في كل مواعيده ما يهنا، نكسر من في عندك الألبان الفواكه اللي هي من 2 إلى 3 حبة فاكهة ضرورية من اليوم وخاصة فيتامين سي برتقالة ولا كي ولا نوع من الفيتامين سي. عندنا بالنسبة للألبان بتكون زي 3 إلى 4 كوبايات حليب، إذا ما كانت مثلا حليب ممكن يكون لبن روب زبادي أي نوع من الأنواع دي. البروتين لازم ناخد 3 وجبات تكون فيها البيض الجبنة السمك اللحوم، لازم نقوم متناولها على مدار اليوم، لازم تكون فيه 3 مرات نوع من البروتين على الغداء على الفطور على العشاء تختلف طبعا. بالنسبة للخضروات لابد إنه نعلم الطفل أو من فترة الطفولة لحد ما يكبر يكون في خضروات اللي هي مثلا زي السلطات تكون على 3 وجبات اللي هي الفطور الغداء العشاء. عندنا وجبة الخضروات المطبوخة اللي هي زي البقوليات، عندنا زي البروكلي السبانخ هاي الأشياء لازم تكون متواجدة. نعم. في نعم أستاذة ست البنات، لضيق الوقت ممكن تقولي لنا نصيحة أخيرا نقدمها للمستمعين واللي عندهم ناس في فترة يعني عندهم أطفال في فترة المراهقة، شو ممكن تقولي لهم؟ والبقول لهم أول حاجة لازم توفر في النظام الغذائي اليومي أي نوع من أنواع البروتين في كل الوجبات، لازم ناخذ الألبان اللي هي كالكالسيوم لينا في كل 3 مرات في اليوم، الفواكه بتكون من 2 إلى 3 حبة فاكهة يوميا، الخضروات لازم ناخذ السلطات وناخذ الأشياء المطبوخة، الدهون لازم تكون الدهون الصحية اللي هي تكون مثلا في الأفوكادو والمكسرات البذور، الزيوت السائلة غير المتجمدة أو المهدرجة، النشويات اللي هي مثلا في الخبز والبطاطس والأرز وهي الأشياء تكون على كل الوجبات، الابتعاد عن الوجبات المهد السريعة أو الجنك فود والمشروبات السكرية والدهون المشبعة أو المهدرجة، وشرب الموية بكميات كافية، والرياضة يوميا من 15 ل 30 دقيقة، وعدم الجلوس في التلفاز أو الألعاب الإلكترونية لمدة طويلة، وبالتالي كده بنكون إحنا مرينا على كل العناصر الغذائية وكل الفيتامينات والأملاح المعدنية إذا كانت الوجبة متكاملة ومتوازنة وصحية. نعم أستاذة ست البنات، إن شاء الله سنتطرق للحديث عن هذا الموضوع أكثر في الحلقات القادمة، لأن لدينا الآن أيضا فقرة أخرى حابين نقدمها للمستمعين. شاكرين لك تواجدك معنا ومعلوماتك القيمة أستاذة ست البنات، شكرا لك. شكرا لك. الله يسلمك.
شكرا أيضا أختي آمنة. ومن بعد فقرة التغذية مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا الثانية، تقنيات حديثة بهيئة الصحة بدبي في ظل كوفيد-19، الاستراتيجية المرنة التي تعتمد عليها هيئة الصحة بدبي لأحداث التحولات المطلوبة في القطاع الصحي بإمارة دبي، هي التي تمكن طبعا هيئة الصحة من مواكبة مستجدات العالم. حول هذا الموضوع يشرفنا يكون معنا اليوم الدكتور محمد الرضا، مدير مكتب إدارة المشاريع بهيئة الصحة بدبي. دكتور محمد صبحك الله بالخير والعافية. النور والسرور يا محمد. الله يحييك دكتور. طبعا حول هذا الموضوع التقنيات الحديثة في ظل كوفيد، حدثنا في البداية دكتور عن مستوى البنية التقنية والحلول الذكية اللي تمتلكها هيئة الصحة بدبي. أحب أضرب مثال اللي هو فريق سلامة أو نظام سلامة اللي هو الملف الطبي الإلكتروني على مستوى هيئة الصحة بدبي. نعم. اللي هو يعتبر من أفضل الأنظمة الإلكترونية على مستوى العالم، وحاليا تطبيقه في هيئة الصحة واصل إلى الليفل 6 أو المستوى السادس اللي هو يعتبر جدا جدا عالي، باقي مستوى واحد ونوصل إلى الأعلى من المستوى السادس اللي هو المستوى السابع، وهذا أكثر شيء ممكن توصل إليه، وهذا أيضا ضمن استراتيجية هيئة الصحة. سلامة كملف طبي إلكتروني يخدم كثير من التخصصات في هيئة الصحة، يوحد كثير من البروتوكولات الطبية، وأيضا يرتقي بالخدمة إلى مستوى آخر من حيث السرعة في توفير البيانات للطبيب والمعلومات للمستخدم أيضا. وبإذن الله أيضا بعد سلامة بي فريق نابض بيطبق نظام نابض على مستوى إمارة دبي يربط القطاع الصحي الخاص والحكومي كذلك. هذه فقط مثالين عن مستوى البنية التقنية، أنا عارف الوقت يا سيداهمنا ولكن حبيت أذكرهم كمثالين فقط. نعم أستاذ دكتور محمد، إلى أي مدى استطاعت هيئة الصحة في دبي توظيف تقنياتها الحديثة في ظل جائحة كوفيد-19؟ كيف استفاد منها المتعامل وكيف استفاد منها المرضى في ظل الجائحة؟ كنا موفقين في نظام اسمه حصانة، أيضا تم تطبيقه من 2016، وهو نظام متخصص في نظام إدارة الجوائح ونظام إدارة التطعيمات. الحمد لله كان نظام متوفر قبل الجائحة، وبالتالي لما جت الجائحة استفدنا من تواجده. احتاج بعض التعديلات واحتاج بعض الجهود من الفرق المتخصصة بحيث أن نعمل متوازي لمستوى متطلبات كوفيد والسرعة اللي كان كوفيد ماشي فيها. الحمد لله وفر كثير من المعلومات بطريقة آنية، كثير من المختبرات أيضا اللي تعمل فحوصات البي سي آر تم ربطها بوقت قياسي مع هذا النظام، وأيضا بإذن الله مع توافر التطعيم بيخدمنا أيضا هذا النظام أكثر وأكثر. نعم، مثل ما شفنا دكتور محمد نحن كنا سباقين في توظيف هذه التقنيات لأنها أساسا موجودة عندنا، ولكن يعني استفدنا منها أكثر خلال جائحة كوفيد-19. فتقدر يعني دكتور ممكن تقول لنا شو هي الدروس المستفادة من مواجهة تحدي يعني كوفيد-19 بما يتعلق بخطط الهيئة الخاصة بالاستحواذ على التقنيات الحديثة؟ الهيئة سباقة في الاستحواذ على التقنيات الحديثة ودائما متطلعة إلى الأفضل. تواجد فريق الهيئة في نظام أو برنامج المشرعات اللي هو مع مؤسسة دبي المستقبل يعطينا تطلعات مستقبلية كثيرة، بحيث تطور التقنيات هذه فقط مش عالميا فقط ولكن أيضا في إمارة دبي وفي دولة الإمارات. فالحمد لله كان الفريق هذا متطلع ومستقبل كثير من التقنيات ومتبني لكثير من التقنيات، ولكن لما يأتي الجائحة السرعة أصبحت مطلوبة، التحدي أصبح آني أكثر من أنه مستقبلي، فبالتالي السرعة على الاستحواذ على هذه التقنيات تم تطبيقها، وأيضا التطبيق السريع للتقنية هذه والاستفادة من مخرجاتها. كثير من التقنيات اللي شفناها تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن كانت سهلة في التطبيق ولكن المخرجات ياخذ لها وقت، فالآن التطبيق السريع والمخرجات السريعة مطلوبة.
نعم نعم دكتور، وهذا يعني لا شك فيه من اللي شفناه من هيئة الصحة في دبي وتطبيقها لهذه التقنيات. فنبغى نعرف منك دكتور، هل تغيرت أولويات الهيئة بالنسبة لنوعية التقنيات؟ يعني هل أصبح التركيز على التقنيات مرتبط بالأمراض السارية والوبائيات؟ التحديات بالنسبة لفريق المسرعات نتكلم تحديدا، كانت دائما أولوياته الأمراض السارية والوبائية والأمراض المزمنة مثل السكري وإلى آخره، ولكن تم أيضا إضافة أجهزة التعقيمات، بما أن التركيز على التعقيم أصبح كبير من ناحية الـ UVD روبوت، التعقيم بالأشعة البنفسجية، التعقيم عن طريق السبريز أو الإيرسولز أو يعني كل التقنيات اللي هي معنية بالتعقيمات. تم أيضا فتح هذا التحدي أمام الشركات الناشئة والمتوسطة بحيث أنهم يتقدمون بالحلول المبتكرة في هذا المجال. فالأولويات هي ولكن أيضا تم إضافة التعقيمات لها. نعم دكتور، مثل ما ذكرت معنا في حلقة سابقة الدكتورة شذا أن عندكم أيضا تقنية التعقيم بالضباب، إحدى التقنيات اللي كانت يعني الهيئة حاليا تحاول أنها تطبقها عنا. فنبغى نعرف دكتور أكثر عن هذه التقنية، أو تذكر المستمعين بهذه التقنية، وهل الآن هي في أي مرحلة تقنية التعقيم بالضباب؟ حاليا نحن متواصلين مع الشركة اللي هي مطورة لهذا النظام في إيطاليا. نعم. والنظام على تقريبا شهر ديسمبر بيكون جاهز. هو نظام ذكي طبعا، يعتمد على الذكاء الاصطناعي. تواجده في الغرفة اللي متطلب تعقيمها يكون بطريقة مخفية، ما يترك أثر ولا يترك ريحة ولا يترك لون، وبالتالي استخدامه يكون جدا لطيف على الشخص. ما يتطلب أيضا أن يكون الشخص خارج الغرفة، ممكن الشخص يكون في الغرفة. وأيضا ما يتطلب أنك أنت تكون يعني تشغله بطريقة مانيوال أو متطلبة لجهد بشري. التشغيل ممكن يكون عن بعد وعن طريق الريموت كنترول أو عن طريق التوقيت الآني له. نعم، مثل ما ذكرت دكتور يعني هو جهاز سهل الاستخدام، ويعني ومن الحلول الذكية أيضا واللي ننتظر بفارغ الصبر يعني تطبيقها على أرض الواقع بإذن الله. نعم دكتور محمد رضا، مدير مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي، شاكرين لك دورك الكبير ودور مكتب إدارة المشاريع في ظل جائحة كوفيد-19 والتقنيات والحلول الذكية التي ابتكرتوها وما زلتم تستقطبونها في هيئة الصحة بدبي. الشكر الجزيل لك دكتور محمد رضا على تواجدك ووقتك الثمين، شكرا لك. شكرا لكم. نعم أخوي عبد الله، هيئة الصحة بدبي كانت وما زالت سباقة في موضوع التقنيات الحديثة، وحتى الآن نرى كل يوم طبعا كل أسبوع معانا مكتب إدارة المشاريع كل ثلاثاء للي حابين يعرفون أكثر عن التقنيات الحديثة الموجودة في هيئة الصحة في دبي. نحن كل ثلاث عندنا فقرة ثابتة نتحدث فيها عن التقنيات الحديثة الموجودة عندنا في هيئة الصحة في دبي. وطبعا اليوم وقبل ختام برنامجنا بتعرفنا الدكتورة هند العوضي على مصطلحنا الطبي اللي بنختم فيه الحلقة. دكتورة شو تقولين عن النرجسية؟ مصطلحنا اليوم يتحدث عن النرجسية. النرجسية هي إحدى أنواع اضطرابات الشخصية، هي حالة نفسية يحس فيها المريض أن شعور مبالغ بأنه مهم، فضلا عن أن حاجة عميقة إلى زيادة الاهتمام والإعجاب. اضطراب العلاقات وانعدام التعاطف مع الآخرين، ولكن خلف هذا القناع من الثقة المبالغ فيها تكون في ثقة هشة بالنفس تجعله أكثر عرضة لأقل قدر من الانتقاد. يعني الشكل خارجيا هو وايد واثق من نفسه، لكن داخليا الثقة عنده صفر، فأي انتقاد بسيط ممكن يأثر فيه زيادة عن اللزوم. نعم. تسبب اضطرابات الشخصية النرجسية مشاكل في عدة مجالات حياتية مثل علاقات، سواء كان في العمل في المدرسة، العلاقات الشخصية، الشؤون المالية، وقد يكونون غير سعداء بوجه عام، بعدين يحسون بالإحباط طوال الوقت عندما يعني الواحد يكون وايد
عنده هاي الصفات، فالناس تفقد اهتمامهم، تفقد إعجابهم فيهم، فهذا الشيء رح يأثر فيهم كثير. فهذا الشيء رح يأثر في علاقاتهم، يسوي لهم الإحباط. وإحنا يعني علاج اضطرابات الشخصية وخصوص النرجسية عادة تكون بالعلاج النفسي عن طريق الحديث مع مختص نفسي. نعم، يعني دكتورة الشخص اللي عنده نرجسية عالية ننصحها دايما أنه يبتعد عن النرجسية، ويكون طبعا أنه أصلا ما بيكون يعرف أنه يتسم بهذه الصفات، بس إذا لاحظ أن الجميع يقولون له أنه يتصف بهذه الصفات النرجسية ننصحه أنه يتواصل مع طبيب نفسي أو أخصائي نفسي. نعم، أي. أخصائي نفسي أيضا عشان أنه يتدارك الموضوع ويكون شخص محبوب بالفطرة، ومو أنه يلزم نفسه. طبعا يعني هذا الشيء صعب أن الواحد ينتبه عليه بنفسه، يعني أنه اضطراب، يعني صعب الواحد ينتبه على نفسه ويشوف عمره أنه في شيء غلط، لكن إذا لاحظ بعض التغيرات خصوصا أنه يأتي للإحباط أنه ما حد يعني يلقي له بال أو يلقي له اهتمام ويعطيه الاهتمام اللي هو يحتاجه، هني لازم يعرف إن في شيء غلط، وما في أي عيب إنه هو يروح يسأل مختص ويستشيره. نعم دكتورة هند، طبعا اليوم حلقتنا كانت ممتعة جدا، تناولنا فيها مواضيع مختلفة، ونتمنى أعزائي المستمعين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، ونذكركم دائما بضرورة ارتداء الكمام مرة واحدة إذا كان جراحي أرجوك طبعا يعني. واليوم نصيحتنا أكيد أن لا تغسلون الكمام الجراحي، ارتدوه مرة واحدة فقط. ونتمنى منكم أعزائي المستمعين أن تتابعونا وتتواصلون معنا في برنامج صحة وسعادة، وآملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم. وطبعا الشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، ولي مقدمين البرنامج معاي اليوم الدكتورة هند العوضي والأستاذ عبد الله جمعة، وكل الشكر لإذاعة نور دبي ولمخرجنا المبدع أيمن سرحيل، وفي التنسيق والمتابعة كانت معانا إسراء الهاشمي، ومحدثتكم اليوم آمنة آل علي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.